وإن كان الجو حار إننا في إندونيسيا يعني لم تصل درجة الحرارة إلى 40، وهذا نعمة. أما في بعض الدول العربية يعني الآن في فصل الصيف تصل درجة الحرارة إلى أكثر من 35 إلى 40، فنحمد الله أننا نعيش في بيئة يعني معتدلة. وقد ينزل المطر عندنا في سوكابومي في الراية، يعني يوميا ينزل المطر، ونحمد الله تعالى على هذه النعمة. نعم يا إخوة، إن شاء الله في هذا اللقاء سنواصل ما توقفنا عنده في الدرس الماضي، فقد كان كلامنا حول الترجيح. نعم، وعندنا طرق الترجيح بين أدلة. طرق الترجيح بين الأدلة، وهو ترجيح من جهة السند ثم من جهة المتن ولأمر خارجي. وسنسمح لبعض الإخوة ونسمع منهم الدرس. تفضل تفضل بالدخول. نعم، السلام ورحمة الله. أعطي لهم الفرصة المشاركة في عرض الدرس حول موضوع طرق ترجيح بين الأدلة. نعم، من سيتقدم أولا؟ عندنا 3 أشخاص تقريبا. تفضل، من؟ عينت أول معين أمس في بعض الفصول، عينت من سيتقدم. تفضل يا إخوة. فصل الألف، منكم من شارك في عرض الدرس أمس؟ نعم أستاذ محمد فائق، أستاذ عبد الله إيه، عمر فائق و وعبد الله مبارك وعبد الله صبري، عمر محمد صبري. صبري عبد الله عمر وفائق. نعم أستاذ. إيه، واليوم من سيتقدم؟ لن أكتب فائق، محمد فائق. اليوم من سيتقدم؟ أنا ما عينت الإخوة. أخطأت إذا، بعض الفصول عينت، حددت الإخوة المشاركين. من منكم يستعيد يا إخوة طرق الترجيح بين أدلة من جهة السند والمتن ولأمر خارجي؟ لا أحد، عجيب، لماذا؟ إذا يا أستاذ، سأعين من الآن. نعم، ماذا اسمه؟ أنا في الأصل وجدت في روضة النادر سات، يعني هذه أنا هذا الكلام سات، وإنما أنا قدر الكلام أفهم جيدا، وماذا الذي سأكتبك؟ لأنني لم أفهم جيدا في بعض الموضوعات كذا سات، يعني ما زلت في أنا حددت الموضوع الآن، طرق ترجيح بين الأدلة من جهة السند مثلا أم خارجي. يحاول أن تستطيع أن تقرأ الآن كتاب العلماء، إن لم تفهم سنناقش في الفصل. نعم سر. لكن حاول تكتب أولا. هذا أمر يعني عادي، لم يفهم الطالب، وأنا في بعض الأحيان أيضا لا أفهم بعض العبارات طب العلماء، فأرجع إلى بعض شرح بعض كتب في شرح إرادة الناظر مثلا، أو أرجع إلى بعض موقع لعلي أجد جوابا. إن لم أجد إذن نجتهد ونبحث. نعم، منكم من يستعيد يا إخوة؟ إذا اللقاء القادم الآن سنأخذ فقط طرق ترجيح من جهة السند،
لقاء القادم عندنا من جهة المتن، من يريد أن أفتح مجال أولا قبل أن أشير؟ من يريد أن جنوار، إذا تأخذ ترجيه من جهة المتن. طيب، طيب زاد، ولأمر خارجي من سيأخذ؟ أنا زاد نبأ دفع. طيب، والثالث، انتظر سأكتب أولا، جنوار ودافع، ومن الثالث عندنا؟ محامل، ترجيح بين محامل اللفظ الواحد. تفضل، من؟ ترجيح بين محامل اللفظ الواحد. قبل قليل من وجدنا الجنوار دافا، ومن؟ ايه، انا سعد هردي. ها، أسامة. هردي. طيب، اذا عندنا ثلاثة، انت تأخذ محامل، ترجيح بين محامل اللفظ الواحد. طيب، الان نقرأ من الكتاب ترجيه من جهة السند، افتح صفحة 432، وأريكم أيضا لك التلخيص لهذا الكتاب. ترجيه من جهة السند. طيب، أحدكم يقرأ، فأريد من يقرأ هنا. محمد فخري نور فوزان. محمد فخري، موجود فخري؟ غائب. محمد فخري نور فوزان غائب. محمد فرحان راشدي، محمد فرحان حاضر. ايه، تفضل اقرأ. ترجم من جهة سند. هل قرأنا أمس؟ ترجمة جديدة؟ لم نقرأ، صح؟ أي، طيب، لم ماذا؟ أي، ابدأ يا فرحان. أولا، الترجيح من جهة السند وله طرق. الصوت غير واضح يا فرحان. غير واضح، ممكن تقرب الميكروفون؟ نعم. أولا، الترجيح من جهة السند وله طرق، أهمها أولا كثرة الرواة، فيرجح الخبر الذي رواته أكثر على الخبر الذي رواته أقل. مثاله رواية رفع اليدين عند الركوع الواردة من حديث. أين ذهب؟ ماذا به؟ ماذا بك يا فرحان؟ قطعت شبكة؟ غير موجود؟ هذا موجود فرحان، نعم، أكمل. أولا، الترجيح من جهة السند وله طرق، أهمها أولا كثرة الرواة، فيرجح الخبر الذي رواته أكثر على الخبر الذي رواته أقل. مثاله رواية رفع اليدين عند الركوع الواردة من حديث جماعة من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب وابن عمر ومالك بن الهويرث وأبو حميد الساعدي ووائل بن حجر. الحجر، وائل بن حجر، ليس حجر. وائل، أنت الثالث الذي يقرأ كل فصل. هذا اليوم دخلت ثلاثة فصول كلهم يقرؤون وائل بن حجر. حجر،
طوائل بن حجر وغيره ترجع على رواية البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. أخرجه أبو داود والدارقطني بأن الخبر الأول أكثر رواه. نعم يكفي. هذا من طرق الترجيح بين الأدلة النقلية. إذا وجدنا تعارض بين الأدلة النقلية أو نلقى القرآن أو حديث نبوية نعمل ب من المرجحات، يعني من المرجحات كثرة الرواة، كثرة الرواة. لو كان دليل الأول والثاني وجدنا أن دليل الأول الرواة أكثر من الثاني فكثرة الرواة من المرجحات، فيرجح الخبر الذي رواته أكثر على الأقل. مثاله ترجح تقديم أو ترجيح رواية جماعة من الصحابة في رفع اليدين عند الركوع. فالأحاديث كثيرة جدا في بيان رفع اليدين عند في الصلاة، خاصة في أربع أماكن، في أربعة أماكن: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند القيام، عند الركوع، عند القيام، من الثانية إلى الثالثة. تقدم هذه الروايات جمع من الصحابة: علي بن أبي طالب، ابن عمر، مالك بن خويلد، ويريد، وأبي حميد الساعدي، وائل بن حجر، على رواية البراء بن عازب. فرواية البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، لا يعود، يعني لا يعود إلى رفع اليدين. يعني ظاهر هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فقط عند تكبيرة الإحرام، أما عند الركوع فلا. ظاهر هذا الحديث. فلو وجدنا مثل هذا أو تعارض بين حديثين فنقدم وأكثر رواة، لأن كثرة الرواة ماذا تفيد؟ غلبة الظن. كلما زادت زاد عدد الرواة قد يصل درجة إلى درجة يعني استفاضة أو درجة التواتر، فكثرة الرواة تؤثر في قوة الرواية بخلاف ما قاله الحنفية. نعم اقرأ. وقد خالف الحنفية، وقد خالف الحنفية في الترجيح بالكثرة، وقاس الأخبار على البينات كالشهادات، فكما أن الحق لو شهد به شاهدان ثبت، ولا يزيد ثبوته بشهادة ثلاثة أو أربعة أو بمعارضتهم، فكذلك لا يرجح بالكثرة في الروايات. والراجح صحة الترجيح بالكثرة في الأخبار، لأن الأخبار تختلف عن الشهادة في هذا، فالشهادة لها نصاب إذا وجد تمت وقضى بها القاضي، وأما الرواية فليس لها نصاب محدد، ولهذا قد تصل الرواية إلى التواتر أو الاستفاضة، وقد تقف عند درجة الآحاد. نعم. طيب. ذكر الخلاف بين الجمهور والحنفية. الحنفية يقولون أن كثرة الرواية يعني لا يرجح بها، يعني لا يصح الترجيح بكثرة الرواية. ما دليلهم؟ قياس الأخبار أو الروايات على الشهادة. ونعرف أن بين الشهادة والأخبار فرق. لقد ذكر المؤلفون الفرق الأول هو ماذا؟ أن الشهادة لها نصاب، لها نصاب بخلاف الرواية. يعني لو شهد شاهدان من رجلان عدلان يثبت الأمر، تثبت القضية. ألا لو زاد ثلاثة أربعة خمسة هل تكون شهادتهم أقوى أو لا؟ لا، الشهادة لا،
نكتفي بشهادتين، سواء كان يشهد أربع أو ثلاثة قضية مثلا يثبت بشهادتين فقط، ليس في قضية يثبت أربع مثل الزنا لابد من أربع شهداء. لو قلنا خمسة ستة سبعة هل يؤثر في الحكم؟ لا، القاضي ما دام توفر العدد أربع هذا أقل شيء يقضي به، حتى لو شهد عشرة خمسة عشر، فإن أمر الشهادة ما تتعلق ب يعني قوة الشهادة لا تتعلق بالعدد، له نصاب مقدار معين لو توفر هذا يكفي. فهذا الذي ينظر إليه ماذا؟ الحنفية. فمع أن الشهادة لا تزيد لا يزيد ثبوت الأمر بشهادة، ثبوت الأمر لا يزيد بشهادة ثلاثة أربعة، أيضا الخبر يعني ثبوت الخبر قال ما يزيد ثبوته بكثرة الرواة. لو ثبت هذه الرواية، ثبتت هذه الرواية من طريق واحد أو اثنين أو ثلاثة فشيء واحد، قال الحنفية. لأنه يعني ماذا يقيسون الأخبار الروايات على الشهادة. فهذا طبعا لا نقبله. لماذا؟ لأن الرواية كلما كثر الرواة قد يصل إلى حد عندنا أحد وتواتر، إذا رواه جم غفير في كل الطبقات يصل إلى حد التواتر، إذن معناه يعني عدد الرواة يؤثر في ثبوت الحديث، ثبوت الرواية. وإذا كان واحد أو أقل من التواتر نقول حديث الأحد، إذا بلغ حد التواتر نقول أن هذا حديث متواتر. وثمت خلاف بين ما ثبت بطريق أحد وما ثبت بطريق التواتر في قوة الدلالة. وأيضا فإن الشهادة فيها شائبة تعبد. ما معنى شائبة؟ ما معنى شائبة؟ شائبة هو شيء مختلط بغير جنسه، هذا في اللغة، لكن هنا معناه شائبة تعبد، يعني الشهادة فيها نوع من التعبد. شهادة إنما الشهادة تؤدى مبنية على التعبد. كيف مبنية على التعبد؟ يعني أحد يشهد على فلان كذا وكذا، فإن هذه الشهادة تعتبر بحقها يعني عبادة. لو ماذا أدى شهادة صحيحة له أجر، بخلاف لو أدى شهادة الزور فعليه وزر. إذن هو في نوع من العبادة. وابن قدامة ذكر بعبارة أن الشهادة مبنية على التعبد، مبنية على التعبد بخلاف الخبر، بخلاف الخبر. الخبر يعني لا. ومثاله أنه من جهة التعبد أنه لا تقبل إلا بلفظ شهادة، شهادة لا تقبل إلا بلفظ الإشهاد، أشهد أن فلان كذا. لو جاء إلى القاضي وذكر أن وأخبر فلان لقد سرق مال فلان بدون أشهد، فهذا لا تقبل شهادة. الشهادة لا تقبل إلا بصيغة الإشهاد، يعني أشهد كذا. وأما الخبر أخصه يقبل، الخبر يقبل بلفظ الشهادة أو بلفظ الخبر، فإنه لا يتعلق به. ومثل أيضا تقبل شهادة النساء منفردات في الخبر. لو رأت عائشة مثلا وامرأة أو نساء منفردات فإن خبرهن مقبول إذا صحت الرواية، بخلاف شهادات. الشهادة لا تقبل من النساء منفردات إلا مع رجل ورجل وامرأة، فتقبل حينئذ شهادة النساء. نعم. الفرق أولا ذكر ابن قدامة ثلاثة فروق هنا، أن الشهادة مقدرة في شرع بعدد، هذا الأول قلنا. والثاني أن الشهادة مبنية على تعبد بلفظ أشهد بالله، أشهد بالله.
وأشهد الله تعالى أن فلان كذا وأشهد بالله. ولهذا لو شهد بلفظ الإخبار دون لفظ الشهادة لم تقبل شهادته. فقلت لي أن الشهادة لا يرجح فيها بضبط الشاهد. أن الشهادة لا يرجح فيها بضبط الشاهد وعلمه وورعه وقصرة ملابسة للشهادة، بل بمجرد وجود العدالة يثبت قول. بمجرد وجود العدالة في شاهد يثبت القول، فلا ينظر إلى ماذا؟ علمه، ينظر إلى علمه ورعه وقصرة ملابسته للشهادة، بخلاف الأخبار. الراوي ينظر عدالته، كيف العلم في علمه، كيف تزكية العلماء له، وكيف من أين أخذ علمه، هذا ينظر في الأخبار بخلاف الشهادة. إذن وجود هذه الفروق تمنع القياس الأخبار على الشهادة. نعم، وهو قياس مع الفارق. طيب، هناك قول ثالث، اقرأ. وذهب القاضي الباقلاني. وذهب القاضي الباقلاني والغزالي إلى أن العبرة بظن المجتهد، فإن غلب على ظنه صدق الواحد أخذ بحديثه وترك حديث اثنين أو ثلاثة، وهو قريب من قول الحنفية. نعم، هذا قول الثالث في المسألة، وقول القاضي الباقلاني والغزالي قريب من قول الحنفية. لأن هذا القول الثالث يقولون بماذا؟ العبرة بظن المجتهد. لو غلب على ظن المجتهد أن رواية الواحد أقوى من رواية اثنين ثلاثة، فللمجتهد أن يأخذ قول الواحد ويترك قول الأكثر. فوجهه شبه مع القول الأول أن قول الثالث ما يعتبر العدد كثرة الرواة، بل يعني يعود أمر إلى ظن المجتهد. فغلبة ظن المجتهد أيضا يعني تؤثر في ترجيحه، وقد يغلب ظن المجتهد على الواحد وعلى الأكثر، فلا يكون كثرة الرواية كثرة الرواة يعني ماذا؟ ترجيحا في تعارض بين أدلة نقلية. هذا عند الباقلاني والغزالي. نعم، هل هناك سؤال قبل أن نأخذ فقه الراوي حول كثرة الرواة؟ واضح يا إخوة كثرة الرواة؟ نعم، هل نأخذ الطريق الثاني في ترجيح بين الأدلة من جهة السند، وهو فقه الراوي. نعم، اقرأ يا أخ. فخري ذات. أي لا بأس، أين كنت يا فخري؟ لم أدخل ذات، إذن ذات، أفوا ذات. تأخرت. نعم، تفضل. الثاني فقه الراوي، فتقدم رواية الفقيه على غيره مطلقا، أي سواء أكانت الرواية باللفظ أو المعنى، وتقدم رواية الأفقه على رواية الأقل فقها، وقيل بل تقدم رواية الفقيه إذا كانت الرواية بالمعنى دون اللفظ. والأول هو الراجح، لأن الفقيه أقدر على نقل اللفظ والمعنى من غيره، ولأن الفصل بين ما روي باللفظ وما روي بالمعنى ليس بالأمر الهين. مثاله هذا الثاني من طرق ترجيح من جهة السند، وهو فقه الراوي. فينظر أيضا إلى حال الراوي. بعض العلماء يذكرون حال أحوال الرواة، حال الراوي، منه الفقه ومنه مخالطته ومنه صاحب واقعة، ذكر إجمالا. لكن عندنا في كتاب يذكر تفصيلا بين فقه الراوي وكون أحد الراويين صاحب الواقعة، أو كون أحد الراويين تأخر إسلامه. هذا فصل المؤلف في هذا الكتاب، في بعض الكتب يعني جمل هذا الكتاب، أجمل هذه الأشياء.
فجعله في نقطة واحدة وهو أحوال أو حال الراوي. نعم، من فقهه ومن ورعه من كون أصحابه من كون صاحب الواقع. طيب، فقه الراوي ماذا يقصد بفقه الراوي؟ يعني لو وجدنا تعارض بين دليلين ننظر إلى رواة هذه أدلة أو هذين دليلين، فوجدنا أن رواة الدليل الأول أكثر فقها أفقه من رواة في حديث الثاني، فنقدم الحديث الأول بسبب ماذا؟ فقه الراوي. نعم، تقدم رواية الفقيه على غيره مطلقا، لأن يعني الفقيه هو الذي يفهم استنباط الأحكام. وقيل إذا كانت بالمعنى دون اللفظ، وقيل ليس على إطلاقه، إنما تقدم رواية الفقيه إذا كانت روايته بالمعنى. إذا كان باللفظ قال لا، هذا شيء يعني غريب، لأن يعني الفقيه هو قبل أن يفهم المعنى أكيد أنه يفهم اللفظ أولا، لأنه محل استنباط الأحكام اللفظ. يعني بإمكانه وبقدرته الفقيه إذا أمكن روى بالمعنى أيضا أمكن روى باللفظ. نعم، فطبعا الراجح الفقيه يعني أقدر على نقل لفظ والمعنى من غيره. نعم. طيب، مثاله تقديم رواية عمر وابنه وابن مسعود وابن عباس على رواية معقل بن سنان ونحوه، وممن قلت مخالطتهم للرسول صلى الله عليه وسلم والتفقه عليه، وكذلك الأمر في من بعد الصحابة من الرواة، فتقدم رواية إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود على رواية الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، والأعمش أبو وائل أقل فقها من النخعي وعلقمة. نعم، مثال تقديم رواية عمر وابنه وابن مسعود وابن عباس، إذا وجدنا رواية عمر وجمع من الصحابة معروفون بفقههم فقهاء الصحابة، وتقدم رواية فقهاء الصحابة على رواية غيره من الصحابة، رواية معقل بن سنان، لأن معقل بن سنان يعني لم تشتهر مخالطته مع النبي صلى الله عليه وسلم والتفقه عليه، بخلاف رواية يعني فقهاء الصحابة من ابن عمر مسعود عباس جابر عبد الله مثلا معاذ بن جبال وغيره من الصحابة، فتقدم رواية فقهاء من الصحابة على غيره. نعم، أيضا هذا ينطبق على من يأتي بعد الصحابة من التابعين، تقديم رواية إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. لو وجدنا أقوال في رواية ابن مسعود ظاهرها تعارض، مثلا ابن مسعود يقول بأن هذا مباح وفي رواية أخرى يقول بتحريم مثلا، فكيف نرجي بين هذه الروايات؟ فننظر إلى رواة حال الرواة. لو وجدنا في رواته يعني فقهاء من التابعين أكثر فقها فنقدم هذه الرواية على غيره، مثل تقدير رواية إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود على رواية الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، لأن إبراهيم النخعي أكثر فقها وعلقمة أكثر فقها وأفقه من الأعمش عن وأبي وائل. من هذا إبراهيم النخعي؟ من التابعين ذات. إيه، من هو يعني من تلاميذ من؟ أبي حنيفة. إبراهيم النخعي من تلاميذ أبي حنيفة. نعم، وكان ابن مسعود ساكن في كوفة. نعم، ساكن في كوفة، فمرويات التابعين في كوفة أكثر من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. طيب، بعده ثالثا كون أحد الراويين، ثالثا كون أحد الراويين صاحب الواقعة أو له صلة قوية بما رواه. مثال تقديم رواية صاحب الواقعة
تقديم رواية ميمونة رضي الله عنها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان رواه أبو داود على رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكحها وهو محرم متفق عليه ومثال نعم. تقديم نعم هذا طريق ثالث من طرق الترجيح بين أدلة من جهة السند كون أحد رويين صاحب الواقع وصاحب القصة مثل في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم مع ميمونة تزوج النبي ميمونة في رواية ميمونة تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان هذه الرواية تقدم على رواية ابن عباس حيث قال يعني نكحها وهو محرم الآن من صاحب قصة في هذه الروايات ميمونة يعني قد يطلع عليه ما لا يطلع أبو هريرة ابن عباس عفوا فإنها صاحب القصة وهي التي تعرف بتفاصيل في الأمر في زواجها وابن عباس يعني قد احتمال يخطئ ولا يطلع على يعني عمر مثلا ما حدث بين نبي وميمونة فرواية ميمونة لأنها صاحب الواقعة صاحب القصة تقدم على رواية غيرها ومثله أيضا رواية عائشة على غيره إذا كانت ماذا له صلة قوية بخبر مثلا ما يتعلق ببيت ما يتعلق في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل النبي في بيته فزوجات النبي رواية زوجات النبي أولى مقدمة على رواية غيره من الصحابة إذا كان في الأمور لا يطلع عليه إلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مثاله في قضية ماذا من أصبح جنبا فلا صوم له هذا قول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يدل على عدم صحة صوم من أصبح جنبا وإن لرواية عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ويصوم أو في رواية أخرى أدركه الفجر أدركه وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه الفجر ثم يغتسل ثم يصوم يتم صومه في بعض رواية أم سلمة رواية أم سلمة فرواية زوجات النبي في مثل هذه الأمور قضية أصبح جنبا هذا أولى يعني من رواية غيره لأنه ما من أم من الأمور التي لا يطلع عليها إلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لكن في بعض الأمور يعني قد نقدم رواية الصحابة رواية غير زوجة النبي في الأمور خارج البيت مثلا لقد أنكرت عائشة قيام النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء المول أنكرت عائشة مع أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فأنكرت عائشة في هذه القضية في هذه الحالة نقدم رواية الصحابة الذين روى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يبول قائما في بعض أسفاره لماذا؟ لأنها عائشة ربما لا ترى إلا ما في بيت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبول مثلا في بيت إلا جالسا وهذا يحمل على إباحة البول قائما إذا خاف من ترشش البول نعم إذا أمن من ترشش البول إذا خاف من يعني رشة البول فالقعود والجلوس أفضل الأفضل جلوس في أي حالة لكن إن لم يمكن حالة لا تسمح لك الجلوس مثلا في بعض الأحيان لا بأس لك أن تبول قائما أكرمكم الله نعم لأن مثل هذه القضية قد نقدم وأكيد نقدم رواية صاحب الواقعة صاحب القصة على غيره لأنه أعرف صاحب القصة أعرف وأعلم بما وقع نعم قول أحد الرويان ممن تأخر إسلامه
الرابع كون أحد الراويين ممن تأخر إسلامه والحجة في تقديم المتأخر إسلاما أن تأخر إسلامه دليل على تأخر حديثه فيكون ناسخا لما يعارضه ومثلوه بتقديم رواية أبي هريرة رضي الله عنه في نقض الوضوء بمسجد ذكر أخرجه أحمد على رواية طلق رضي الله عنه في عدم نقضه أخرجه الخمسة ونزع في ذلك الآمدي وصححه العكس واشترط بعضهم أن يكون إسلام المتأخر بعد موت المتقدم لنجزم بتأخر سماع المتأخر من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الرابع هو قول أحد الراويين ممن تأخر إسلامه. لماذا نقدم أو نجعله من المرجحات أيضا من جهة السند؟ لأنه دليل على تأخر حديثه فيكون ناسخا لما يعارضه. إذا تأخر إسلام، مثلا أبو هريرة تأخر إسلامه فقد أسلم في عام خيبر في عام ثمانية في عام ثامن، فرواية أبو هريرة مثلا لو عارض برواية أخرى أقدم منه فحديث أبي هريرة مقدم. لماذا؟ لأنه أسلم متأخرا. لكن هذا طبعا مقيد بشرط أن لا يكون أيضا أن يكون ماذا المتقدم عدم سماع المتقدم بما يسمع المتأخر. قد يكون المتقدم أيضا يسمع أخيرا قبل أن يسمع المتأخر. إذا هذا مقيد، يعني لا، في الحقيقة لا يكون دليلا قاطعا تأخر إسلام أحد. قد يسمع، يعني باب السماع يختلف بباب تأخر إسلام. قد يسمع ويروي أبو هريرة أخبار متقدمة، وقد يسمع المتقدم هذا الراوي ما لا يسمع أبو هريرة. هذه إمكانية موجودة، لكن في الجملة يعني من تأخر إسلامه غالبا يجد الأخبار، يعني يعرف أين المنسوخات وأين ناسخات، فيكون هذا دليل تأخره ناسخا لما يعارضه، مثل تقديم رواية أبي هريرة في نقد الوضوء على رواية طارق ابن علي. طارق ابن علي في عدم نقده، ولما سأل طارق ابن علي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينقض إن رجل مس ذكره في الصلاة، فماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما هو بدعة منك، إنما هو بدعة وما هي إلا بدعة منك، أو إنما هو بدعة منك. نعم، فيدل على عدم نقضه، بخلاف حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يدل على نقض الوضوء والرواية أين نقلته. نعم، رواية أبو هريرة إنما هو بدعة من هذا رواية طلق، أما رواية أبو هريرة إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء، هذا رواية هذا عن أبي هريرة. وفي رواية إلى فرجه، حديثا سأنقل إلى هذا. انتظر هذا الحديث. إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء، يدل على أنه ماذا إذا باشر أو مس ذكره بدون ستر أنه ينقض الوضوء. أما في حديث طلق إنما هو بدعة منك، لو مس أحد ذكره كأنه مس يده،
rijdahu, batnahu, juz'un min a'dha'i jismihi. Fala yanqudhu al-wudu. Kayfa yadhahir baynahuma ta'aruf? Minhum man salaka maslak al-jam' kama marra bikum hadha al-hadith fi bulugh al-mara. Arhab bikum hadha al-hadith. Tayyib. Wa hadith Busrah ibn Busrah binti Muawiyah fi adami anna man massa dhakarahu falyatawadda. مر بكم؟ نعم هذا بصرة وما يقابله حديث الطلق. لو ذكر حديث بصرة غالبا يذكر أيضا معه حديث طلق ابن علي لمن مس ذكره فليتوضأ. هذا على عام يعني من مس ذكره لم يذكر حال فليتوضأ. وعند طلق إنما هو بدعة منه. كيف يعني جمع بينهما؟ منهم من أخذ ترجيح وسلك طريق الترجيح فقدم رواية أبي هريرة. لماذا؟ لأنه تأخر إسلامه. نعم. فصار أنه ينقض الوضوء لأنه بلا حائل. إن كان بحائل فلا ينقض. نعم. ومن سلك مسلك الجمع فقال إذا كان طبعا كلام نبي حائل لا إشكال، كلام نبي حائل لا ينقض، لكن كلام نبي دون حائل بقي الكلام نبي يمس ذكر بلا حائل ما حكمه؟ بحائل لا ينقض بحديث أبي هريرة، بلا حائل ينقض أو لا؟ هذا من أخذ مسلك الجمع يقول أن إذا مس ذكره بشهوة ينقض الوضوء. لماذا؟ لأنه مذنة الحدث. ما الحدث؟ من أي جهة؟ تحريك الشهوة تؤدي إلى خروج المذي، مذنة الحدث. وأما إذا كان المس بدون الشهوة فإنه لا ينقض. فبهذا جمعنا بين دليلين، إذا ننظر إلى شهوة وبدون شهوة. نعم. وهناك الرأي الآخر، رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة أنه يجوز مطلقا، مستحب، يستحب الوضوء مطلقا، ليس هو نقض هنا، إنما يعني يستحب الوضوء سواء كان بشهوة أو بدون شهوة، لكنه لا ينقض الوضوء لأن الأصل بقاء الوضوء، الأصل بقاء الوضوء. نعم. فهذه مسألة ارجع إلى مسألة فقهية. يعني نحن في الأصول نذكر مسألة ببالي الآن، وأكثر مسائل وأمثلة تذكر هنا ليس على سبيل ماذا؟ الترجيح في المسألة، مثل تقديم مسألة هنا، تقديم رواية أبي هريرة في نقض الوضوء، ليس بمعنى أن هذا هو الكلام الصحيح في المسألة، لا، إنما نذكر على سبيل المثال فقط. ترى أن تعرف ما المسألة، ما القول الراجح في مسألة، ارجع إلى كتب الفقهاء. فهمتم يا إخوة؟ إذا ما ذكرنا من الأمثلة في الأصول في هذه المادة لا يلزم منه ترجيح هذا القول في المسألة، إنما هو على سبيل المثال حتى يعني تطليح المقال، يطليح المقال بالمثال. إذا ليس كل ما ذكر من أمثلة في الأصول أنه هذه هي الراجع أو الصواب أو هو الصحيح في المسألة. نعم. إنما هو على سبيل التقريب، تصور مسألة. نعم. هذا ماذا الرابع؟ كون أحد راويين ممن تأخر إسلامه. والخامس والأخير هو قوة الحفظ والضبط، فيقدم الأقوى في الحفظ والضبط على من دونه، وهذا يعرف بالتجربة والتتبع لمروياته وسيراته. ومثله إمام الحرمين بتقديم رواية عبيد الله ابن عمر ابن عبد العزيز على رواية أخيه عبد الله، لأن الشافعي قال بينهما فضل ما بين درهم ودينار. يعني أخو من هنا عبد الله؟
ala riwayati akhihi Abdillah. Akhi man? Abdul Aziz. Akhi Umar ibn Abdul Aziz. Nah, riwayat Ubaidullah, Ubaidillah min ibn bin Umar ibn Abdul Aziz ala riwayati akhi Abdullah. Ya akhu Abdullah, Ubaidullah, indana Ubaidullah wa indana Abdullah. Wa kilahuma in ibn Umar ibn Abdul Aziz. Kilahuma ibn Umar ibn Abdul Aziz. Naam. Fa nuqaddim riwayah Ubaidillah min akhihi Abdullah. Ya anna fadl bainahuma farqun. Naam. Farqun fi fadl. Wal akhir yuqaddamu al-musnad 'ala al-mursal li khilafi fi hujjiyati al-mursal. وقال بعضهم المرسل إذا كان عن ثقة لا يرسل. ما معنى المرسل؟ حديث المرسل. المرسل من قطع سنده ما سقط من السند. يعني واحد راوي إذا كان سقط منه تابعين مرسل تابعين، إذا كان سقط منه صحابي مرسل صحابي. وأحكام مرسل الصحابي غالبا يتسامح لأن لسقط منه صحابي وصحابة كلهم مدول، لكن الإشكال إذا كان سقط هنا من التابعين، مثلا عن إبراهيم بن أخائي عن فلان عن ابن عباس سقط هنا لم يذكر يكون مرسل، ومرسل من أنواع حديث ضعيف. إذا كان عن ثقة لا يرسل إلا عن ثقات مثل المسند، لو قال مثلا لو قال سعيد بن سيب ثقة، لو قال سعيد بن سيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله، مع أنه ما يلتقي برسول الله، المفروض قال يعني عن أبي هريرة ثم عن رسول الله، لكن قال مباشرة تابعين عن رسول الله هذه يسمى مرسل. نعم. إلا عن ثقة مثل المسند أو أولى منه، لما روي عن إبراهيم النخعي أنه قال إذا قلت لكم قال ابن مسعود فقد سمعته من كثير من أصحابه، وإذا قلت حدثني فلان فهو الذي حدثني. فهمتم؟ إذا قلت لكم قال ابن مسعود بصيغة قال ابن مسعود فقد سمعته من كثير من أصحابه، أي معناه هو ما يسمع مباشرة عن ابن مسعود، إنما سمع من أصحابه أن ابن مسعود قال كذا، لذلك جاء بصيغة قال، ما ذكر ما جاء بصيغة سمعته قال، ولفظ قال احتمال أنه ما يسمع مباشرة لكن يسمع من غيره، ولم يذكر هذا ممن يسمعه لكن قال مباشرة قال ابن مسعود، ربما هو يسمع عن أبي هريرة مثلا لكن ما يسميه. فهمتم؟ أخذتم هذا في مصطلح الحديث. وإذا قلت حدثني، هذا الصيغة يعني ما يحتمل الكذب، ما يحتمل أنه لا يسمع، حدثني إذن بالسمع فهو الذي حدثني، لأن فرق بينهما. وهذا يقدم مسند على المرسل، يقدم مسند على المرسل. نعم. بخلاف حجة المرسل. طيب إن شاء الله سنواصل في اللقاء القادم، فأطلب أرجو من الإخوة الإعداد تام لعرض الدرس لا يتجاوز أن 10 دقائق. نعم. هل هناك سؤال يا إخوة؟ سؤال يا أستاذ؟ إيه تفضل. أنا وجدت في بعض الكتب أن من شروط الترجيح وأن يتساوى بين دليلين في الثبوت والقوة، وكفرعهما المسند والمرسل، أليس هذا واضح يا أستاذ أن المسند أقوى من المرسل، وكذلك قوة الحفظ والضبط، وفق الروي أليس داخلا في الضبط يا أستاذ؟ بارك الله فيكم. ماذا تقصد ماذا فهمت في التساوي في الثبوت؟ الثبوت مثلا كحديث الأحد يا أستاذ، أليس ثبوت الحديث الأحد ظني والقرآن قطعي، أو الحديث المتواترة ثبوت الحديث المتواترة قطعية، لذا لا يمكن الترجيح بين المتواتر والأحد. إيه أكيد، إذن بين الأحد والأحد صح؟ نعم. والسؤال؟
hada bain al-mursal wal musnad. Karena ba'dul ulama alaysa ba'dul ulama ishtaratu ayatasawi ayatasawa baina dalilaini aidan fil quwwah fi thubuti wal quwwah ya ustaz. Nah, alan musnad wal mursal, mal mushkilah fil musnad wal mursal? Nah. Alaysa min babi dhon ilahuma? Nah, min babi dhon, lakin quwwatuhuma mukhtalifah. Sekadarik al musnad aqwa min al mursal wa hadha bil ittifaq. Bil ittifaq muta'akkid. Nah, al musnad ya ustaz wal mursal. Alaysa al mursal za min babi al ahadith dha'ifah? Iya, dha'if, na'am. Lakin ma'a khilaf hujjati al mursal. Law qala al mursal sahabi. Ah, nعم. Nah, adzan indana musnad masalan. Indana isnaduhu lakin fihi rajulun dha'if. Wa 'inda mursal ruwatuhu thiqat. Lakin mursal sahabi. Aina nuqaddim? Idzan hadha al-mursal al-murad min al-mursal. Eh, sahih. Idzan huna yuqaddam musnad 'ala al-mursal idza kana laysa mursal sahabi. Ah, nعم. Nah. للخلاف في حجة المرسل مثلا ما دام المرسل ليس مرسل صحابيا لأن لو كان مرسل صحابي فلا يضر جهلته لو قال مثلا أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمع من رسول الله يسمع من مسعود مثلا لكن ما يسمي مسعود ومباشرة قال رسول الله وهو لا يسمع من رسول الله إنما سمع من غيره فجهالة صحابة هنا فلا لا يضر نعم بخلاف لو كان مسند لذلك يقدم المسند يعني على المرسل يعني مرسل غير صحابي هنا نعم نعم فقال المرسل إذا كان عن ثقة لا يرسل إلا عن ثقات مثل المسند أو أولى منه إذا كان عن ثقة لا يرسل إلا عن ثقة أيضا إذا كان الذي أرسل هذا رجل ثقة لغالبا أنه لا يرسل إلا عن ثقة أيضا نعم فهنا المسند يعني له إسناد قوي وليس فيه انقطاع طبعا يقدم لا إشكال فيه يقدم يعني كان سناده متصلا رجال الثقات مقدم على ما كان سناده منقطع مثلا في انقطاع نعم مقدم الآن لو كان السناد مسند والمرسل صحابي طبعا المسند ايضا مقدم اذا كان كل رجاله ثقات وليس فيه انقطاع نعم هذا الذي اعرفه والله تعالى اعلم اذا يقدم المسند على المرسل لان المرسل من انواع حديث ضعيفه نعم سؤال الله تعالى اعلم نعم ايه اخيرا لان تجاوز من 6 دقائق من jam muhadir wajib set karena roina fi mazda classroom lam yakun hunaka mata mislu makan li jam'i di makan iku set nعم ana lam aktub fi classroom insyaallah sa aktub wa ba'd tursil insyaallah ana ansa yani ansa hadhihi al ayyam kathira insyaallah sa aktub idha katabtu mungkin tursil أو عبر إيميل لا بس لكن أفضل الكلاس لأن هذا واجب ليس للجميع الإشكال ولا واجب ليس للجميع فلا بس ترسل عبر إيميل أو إذا لم أكتب مثلا لم أكتب في كلاس روم ترسل عبر إيميل نعم أستاذ حد الاختبار أستاذ إلى أي موضوع؟ صحيح حد الاختبار إلى آخر باب ماذا تريدون؟ ترجيح؟ كثير قبل الترجيح قبل الترجيح النسخ قبل الترجيح ذات نعم لا بس النسخ اذا الترجيح ليس معنا الى باب النسخ صفحه 428 نعم لا بس يعني تخفيفا عنكم انا في شهر رمضان ما شاء الله ها بارك الله فيك اياك انا وضعت اسئله في الحقيقه تم وضع الأسئلة انتبهوا أنتم تعرفون طريقتي في الأسئلة انتبهوا اقرأ سؤال جيدا بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته